رئيسنا التونسي كلفني باش نستقبلك مع سيد وزير الدفاع وسيد وزير الصحة، ون حملني الشكر وامتنانه وعلاقته الأخوية الخاصة مع الرئيس الجزائري اللي هو يعتبره أخ ليه، كما التوانسة الكل يعتبروا الجزائرية أخواتنا وعائلاتنا ونفس نفس الشعب. وهالتضامن هذايا وهال الجيست اللي عملته الجزائر مع تونس ماناش باش ننساوه. انت تحدثت على حتى في الجزائر نعرفوا فما معناها اللقاحات ماهيش موجوده بالطريقه الكافيه، ولكن الأخيان يقسموا مع بعضهم الموجود، وهذه معناها نقدروها عاليا احنا في رئاسه الجمهوريه. سيادة الرئيس يبلغ تحياته الأخوية لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون وليك أنت شخصيا، ونقدرنا برشا أنه يجيوا هالمساعدات وهالتلقيح ومعاهم السيد وزير الصحة. فمرحب بيك في تونس، مرحبا بيك، وإن شاء الله هذه لبنة من لبنات الأخوة والصداقة والعلاقات الأخوية بين الجزائر وتونس. مرحبا بك، وإن شاء الله مع سيد وزير الصحة. تحدثت على المشكلة اللي هي دخلت حتى مع رئيس ديوان فخامة الرئيس تبون على الحدود، هذوما الشاحنات اللي يحملوا الأكسجين، وتحلت المسألة. وإن شاء الله كما نقولوا احنا إن شاء الله العلاقات تزيد تتنامى وتزيد تكون معناها عندها عمق وعندها أصالة حتى ثقافية وحتى معناها تاريخيا وإلى آخر ذلك. ويعطيكم الصحة، بارك الله فيكم، وإن شاء الله الفرص القادمة اللي نستقبلوك فيها في تونس تكون فرص يعني أطيب وخير من الوضع اللي نعيشه فيه في تونس. يعطيك الصحة. جدد شكري إلى أخوتنا الجزائريين رئيسا وحكومة وشعبا على الحركة النبيلة هذه. الحقيقة هي مش غريبة، ما متوقع، وإحنا من قبل عاونتونا في الأكسجين بارك الله فيكم، وكان سند لنا لمكافحة هذا الوباء. الهيبة اللي عطيتوها لنا جات في وقتها، وعاملين عليكم برشا في تمكيننا من كميات في الأكسجين. نقترح على سيادتك فتح خط مفتوح للشاحنة التونسية يمشي يزودوا من الأكسجين مباشرة من المصانع الجزائرية، حتى يتم تقليص من الوقت وتقليص من خسائر من المادة هذه في الحدود لما يتم تحويل الأكسجين من شاحنة إلى شاحنة. نجدد شكري إلى الشعب الجزائري، وإحنا مستعدين ومفتوحين للتعاون التام معكم وفي كل المجالات، وإن شاء الله تزوح الغايمة الجائحة هذه وتروح، ونواصل في التعاون الثنائي بيننا في مجال الصحة. وإن شاء الله ربي يوفقكم ويوفقنا إن شاء الله.